سيتكفل بكل شرائح المجتمع وبكل متطلباتكم. بالنسبة للشباب، أقوم شتو الجهد الذي بذله لجعل هؤلاء الشباب يعبرون عن إمكانياتهم وعن قدراتهم. الدستور كل نصوص غيرها، بدءا من الدستور إلى القوانين العضوية إلى كل القوانين في الدستور. أحدث المجلس الوطني للشباب، اليوم الشباب راهم في جميع الهيئات المنتخبة على مستوى البلديات، على مستوى الولايات، رؤساء بلديات، رؤساء ولايات، راكم تشوفوا فيهم ما شاء الله راهم كلهم شباب. الانتخابات الرئاسية هي محطة سياسية لا تتكرر كل سنة، ولكنها تتكرر كل 5 سنوات، ولكنها محدد أساسي وموجه أساسي لمستقبل الجزائريين خلال 5 سنوات وما أبعد من 5 سنوات. لذلك من يتهاون أو يتغافل أو يستهين بالعملية الانتخابية اليوم باعتبارها أداة للتغيير وأداة للاستمرار في بناء الجزائر التي أصبحنا نرى بأن الأمل عاد لنا فيها كمواطنين فهو واهم. يجب أن نتجند على قلب رجل واحد من أجل أن نذهب جماعات وفرادة ووحدانا إلى صناديق الاقتراع لنعزز ذلك النهج الصادق الذي رأيناه في بلادنا، لنعزز ذلك المسار الناصع الذي أصبحنا نراه. مطالبين بأننا نخرج بقوة ونروح ننتخب للجزائر ونقوي مؤسستنا ونعطيو له أصوات كبيرة. هو ابن الشعب يرافق صواري من فيه، يمشي بخطى ثابتة يعني ضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري، لأن في قلب السياسة الاجتماعية هو عزة وكرامة المواطن الجزائري.